أينما كنتم وحيثما وجدتم من حي بولفار بالفيل بباريس. اليوم نشوفوا هذا البنوك الجزائرية في الخارج، يعني حاجة تشرف. راح نصور لكم بنك تونس الخارجي، تونيزيان فورين بنك، يعني مقارنة بالدول دولتنا الجزائر يوجد هنا في بنك تونسي وكذلك بنك مغربي. هنايا للدولة عندنا أكثر من 7 ملايين جزائري هنا، ولا بنك عندنا في الخارج، وهنا في فرنسا يعني جالية كبيرة. سبحان الله، يعني هكذا، يعني صراحة قلبي وجع. صورنا البنك الخارجي التونسي، هنا البنك المغربي، يعني هاوليك البنك مغربي التجاري وفاء بنك في باريس، التجاري وفاء بنك كما تشاهدون. يعني ها هنايا دولة كاملة ما عندهاش بنك، عيب عيب عيب.